الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بيكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مصر جميلة. يا رب يوم سعيد علينا وعليكم، كله تفاؤل وامل وحياة وسعادة دايما في حياتنا القادمة بإذن الله. اللهم ارفع الوباء والغلاء، ودايما يا رب ارحمنا، ودايما يا رب اشملنا برحمتك يا عزيز يا جبار. النهاردة يعني خلونا كده من التفاؤل والحاجات والمشاهدات بتاعت الشخص العادي، لما بتبقى ماشي كده وبعد الساعة 5-6 كده، وده بقى نمط في مصر كلها او في اغلب المناطق او في اغلب الاحياء اللي موجودة في مصر. بتتفرج كده وانت ماشي في السماء، تلاقي مجموعة كبيرة جدا من الطيارات الورقية. دي لعبة احنا يمكن جيلي انا شوية اعرفها، غير الولاد الجيل الجديد. كانت اللعبة المفضلة بتاعتنا في ايام الصيف كده، ولما يكون في نسمة هوا حلوة نجري بسرعة نصنع الطيارة بتاعتنا الورقية، وكل واحد يتفنن في شكلها الجمالي، ونبدأ نتنافس ان مين اللي هيطيرها اعلى ومين اللي هيعرف يرجعها تاني، لان رجوعها ده مش سهل. هي طارت في الهواء لكن رجوعها ده مش سهل. يعني كل ده عظيم جدا، انما ايه الجديد او ايه اللي انا هقوله؟ يعني الفكرة نفسها انه الشباب الصغير ده والجيل الجديد ده، اللعبة دي بقت مفضلة عنده، وبقى فيها قيمة وبقى فيها قدوة. بيحط صور ابطالنا وشهدائنا الابرار، حاطين هم اللي بقوا يدوروا على القصص. يعني انا شفت طياره منهم عليها اسم، عليها صوره الشهيد ابراهيم الرفاعي، وما ادراك مين ابراهيم الرفاعي. واتمنى انه تاخدوا هذا الاسم وتروحوا تعملوا بحث على جوجل، وتعرفوا قد ايه عظمه قواتنا المسلحه ورجال قواتنا المسلحه منذ قديم الازل. يعني بالتأكيد كمان هو مؤسس يعني فرقة الصاعقة في الجيش المصري إبراهيم الرفاعي، وقدم تضحيات وقدم عمليات لدرجة انه في احد الاقوال انه اسرائيل نفسها رصدت 1,000,000 جنيه، وده كان رقم ضخم جدا للي يجيب إبراهيم الرفاعي ويقبض عليه، او يعني ان هم يحصلوا عليه. بس لكن خلوني اروح للفكرة نفسها والمغزى نفسه، ازاي الشباب بتاعنا قدر ان هو يتحول عنده هذه القيمة، ان هو يدور على هؤلاء الشهداء، ان هو يحط صورهم، ان هو يعتز بيهم، ان هو يبقى مبسوط على لعبة هو بيحبها. شايف دول قدموا طول الوقت، بنقول نقدم القدوة الحسنة لأولادنا هيتمسكوا بيها، نقدم الفكرة. طبعا مسلسل المنسي في شهر رمضان المبارك لاختيار قدم هذه القدوة، والقدوة ما خلصتش بعد انتهاء هذا المسلسل وخلاص واخدت الضجة بتاعته، بالعكس ده مكملة ومستمرة، مستمرة في ألعاب الشباب والجيل ده، مستمرة في أفكارهم، مستمرة في ان احنا نكمل ونديهم جزء تاني وتالت ورابع من بطولات عظمائنا في كل المجالات، في الجيش، في الجيش الابيض، بنتكلم على العلماء بتوعنا اللي اثروا الحياة العلمية والثقافية في مصر وفي العالم كله. ده مهم جدا، وانا اعتقد ان هي خطوة مهمة جدا. كل التحية بجد للشباب ده، وكل التحية للي قدموا القدوة الحقيقية لبلدنا ولولادنا باذن الله. ربنا يحفظ بلدنا يا رب. عندنا ايه النهاردة؟ هكلم حضراتكم على جزء مهم جدا من احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنقدم كشف حساب لما سبق من اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الانجازات اللي حصلت، ومن التنمية اللي حصلت في مصر في الفترة السابقة. بنتكلم اقول لحضراتكم جزء مهم، بعد ما كنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الطاقة، وكانت الكهرباء بتقطع، وحتى كمان التواجد الطاقة وان هي تكون متوفرة كان في معاناة كبيرة جدا، كان بياخد ربع الموازنة بتاعة الدولة كانت بتتصرف على الكلام دوت. النهاردة احنا بقينا مختلفين تماما. الخبر بيقول صنفت المحطات الثلاثة العاصمة الإدارية البرولوس بني سويف ضمن أكبر وأحدث محطات في العالم، ما يعزز مزيدا من نجاحات الخطة القومية والاستراتيجية الدافعة لاتجاه تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة. يعني مصر هترجع وتبقى مركز إقليمي للطاقة،
الجملة دي لوحدها دي بأرقام بمليارات أو تريليونات تقريبا. احنا هنكون مركز إقليمي، احنا هنصدر طاقة لأغلب الدول اللي حوالينا، احنا هنقدر نستغل ونستفيد من المشروعات القومية اللي تمت. ده جزء مهم جدا يدينا احنا بكرة في ايه والأمل بتاعنا هيكون شكله ازاي. كمان كانت احدى ثمرات الفكرة دي، كانت احدى ثمرات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي اللي حضراتكم يمكن فاكرينه في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور والحكم في مصر. 33% من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء داخل المحطات الثلاثة العملاقة بالبرولوس والعاصمة الإدارية وبني سويف دون وقود، يعني احنا بنستخدم احدث التكنولوجيات في توليد الطاقة. احنا كمان مش كده وبس، احنا كمان يعني منتظر في الفترة القادمة وان شاء الله نزف لحضراتكم الخبر ده انه مصر هتبقى من اكبر الدول المستخدمة للطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية، وهنكون وهتزرع هذه الطاقة بمساحات ضخمة جدا في مصر. كل التفاصيل دي ان شاء الله هتكون مع حضراتكم في القريب العاجل. يعني امور كلها الحمد لله بتدي تفاؤل وامل. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضراتكم فقراتنا في مصر جميلة. نفذت الدولة العديد من المشروعات القومية في مجال الكهرباء، وتعد محطة كهرباء البرولوس التي نفذتها الدولة أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قدرة المحطة 4800 ميجاوات على مساحة 250 فدانا وعلى بعد 16 كيلومترا من ميناء البرولوس. وتعد المحطة ضمن ثلاث محطات تعقدت عليها وزارة الكهرباء، وقد عمل بالمحطة 9000 عامل ومهندس وفني للانتهاء منها في 33 شهرا. كما تعد محطة كهرباء العاصمة الإدارية واحدة من أكبر محطات الكهرباء في مصر والشرق الأوسط، وتقام على مساحة 175 فدانا بطريق العين السخنة، وبلغت تكلفة إنشاء المحطة نحو 2 مليار يورو ضمن اتفاق مبرم بين الحكومة وأحد الشركات الألمانية. وهي المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدا عن مياه البحر أو النيل، وتعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، حيث توفر نحو 400 مليون دولار سنويا قيمة الوقود الذي سيتم توفيره. كما قامت الدولة بإنشاء محطة كهرباء بني سويف، والتي تعد واحدة من مشروعات المؤتمر الاستثماري بشرم الشيخ الذي عقد في مارس 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتقع المحطة على بعد 110 كيلومترات جنوب القاهرة، وتحديدا في قرية غيادة الشرقية التابعة لمركز بيبا بمحافظة بني سويف. وقد أقيمت المحطة على مساحة 500 ألف متر مربع، وبلغت تكلفة إنشاء المحطة 2 مليار يورو، حيث من المنتظر أن تنتج من الكهرباء ما يكفي لتزويد 15 مليون مواطن مصري بالطاقة الكهربائية. أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام عدة توصيات من خلال هذه التوصيات، وده كان حول الإجراءات الاحترازية داخل مبنى ماسبيرو داخل الاستديوهات، وبيكون في مجموعة من العمل بشكل كده يعني هيكون بشكل دوري في تطهير هذه الاستوديوهات واجراءات الاحترازيه، استخدام الكمامات، كل حتى
وانت داخل في ماسبيرو هتبدأ بقى تلاقي المناطق اللي هي اللي فيها التجمعات والكلام ده كله، هتلاقي مجموعة من الجل المطهر المحاليل الحاجات دي كلها، وده يمكن كلام مهم جدا في المرحلة القادمة. السوشيال ميديا كانت في بعض التساؤلات من الزملاء الإعلاميين، ايه الحالات بتزيد، لا ده مش عارف ايه الأرقام حتى الحقيقية والتوضيحية داخل ماسبيرو نفسها، أرقام ما نقدرش نقول ان هي 50 أو 60، لسه الرقم بشكل واضح غير معلن يعني. طبعا اتكلمت على عدم ظهور السادة الزملاء المذيعين بالكمامة في داخل الاستوديوهات بهذا المشهد، في تباعد بيننا وبين الضيوف، هو ضيوف ضيف واحد بس، ودي كلها اجراءات احترازية عشان نقدر نحافظ على زملائنا الاعلاميين وكمان ضيوفنا اللي بيشرفونا وبنستفيد منهم في برامجنا. فكل نتمنى السلامة لحضراتكم جميعا ان شاء الله، وبالتأكيد لازم تكون الاجراءات الاحترازية دي هي هدف اساسي عندنا، وان احنا ما نمشيش من غيرها خالص، عشان بنمر في مرحلة زي ما بيقولوا كده مرحلة مهمة جدا من تاريخ هذا الوطن، ان شاء الله تمر على خير وسلامة، ودايما نشوف احبابنا وحوالينا، ودايما ان شاء الله نكون كلنا في خير باذن الله. عندنا فقرتين النهاردة، الفقرة الاولى هتكون مع ضيفي الدكتور عبد الرحيم الديوي، صاحب مبادرة ستوب كورونا، وهو باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية تابع لمركز البحوث الزراعية، وكمان ايضا احد الكيميائيين اللي هنتكلم معاه على اساليب استخدام المطهرات بكافة انواعها، ازاي انا اعرف المطهر اللي انا بشتريه ده وبدفع فيه الفلوس دي هو مطهر حقيقي ولا لا، المبادرة اللي عملها دي انتشرت فين، وازاي قدر يجمع ناس تكون متبرعة بوقتها عشان خاطر تقدر تروح تطهر بعض المراكز والقرى والنجوع اللي موجودة، بعض المباني الحكومية واللي بيتردد عليها المواطن المصري. وزي ما بنقول دايما الدولة مش تعمل كل حاجة، لازم مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الاهلية تتحرك، الشباب بنفسه اللي موجود واعتقد ان عنده وقت كبير فاضي يقدر يشارك في هذه المبادرات عشان كلنا نستفيد باذن الله ونحمي مجتمعنا من خطر وباء فيروس كورونا. الفقرة الثانية هتكون مبادرة سعدي يسمعك، الشباب في الجامعة اتكلموا على اضرار عدم السمع بتاع الاطفال، ممكن الام ما تاخدش بالها ان ابنها ما بيسمعش كويس او لا الا بعد سن معينة، طب هي لو اكتشفت ده بدري ايه اللي ممكن يحصل؟ عندنا اسئلة كتيرة جدا. الشباب ده شباب جامعة، عمل ده ازاي والفكرة جات له ازاي وليه اختار المجال ده تحديدا؟ ده كله ان شاء الله هيكون مع ضيوفي شباب هذه المبادرة. ندى حاتم عبد الفتاح من مؤسسي المبادرة، ونسرين حسام مرجان ايضا من مؤسسي المبادرة، هيكونوا ضيوفنا في مصر جميلة ان شاء الله، ونفهم ونتعلم هم وصلوا لايه وايه الحاجات المهمة اللي عايزين يقولوها في هذه المبادرة. بعد الفاصل التقي بحضراتكم وفقرتنا الاولى، ابقوا معنا. اجري في الحارات خلاص دي الشمس بانت، غني يا بنت ويا البنات، غني يا بنت واجري في الشوارع، اجري يا بنت اجري في الحارات.